شرف حضرتك. احمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحيه. كنا عايزين نعرف ما هي اليه تطوير السياحه السياحيه في مصر. هو الحقيقه خلينا نقول ان السياحه الصحيه هو قطاع مهم من السياحه بشكل عام. مصر بتحظى بخدمات طبيه وخدمات صحيه كثيره في محافظات كثيره. يمكن احنا مش بنقول النهارده احنا بهدف تطويرها، احنا بهدف ان احنا نوصل الى برامج واليات نقدر نطرحها على القطاع السياحي المصري، نقدر ان احنا نطورها من خلال مستثمرين سياحيين، وده هيحصل مع تطور السياحه الصحيه بشكل عام، وان احنا نبتدي نجذب ليها سائحين من دول اخرى، بنقدر ان احنا نديهم برامج او مقومات السياحه المطلوبه ليهم. طب وهيعود على مصر بالنفع بايه؟ السياحه بشكل عام من القطاعات المهمه للاقتصاد المصري، مش بس انها بتجذب نقد اجنبي، هي من اكبر المشغلي الوظائف في مصر، هي بتوصل لشرائح مجتمعيه كثيره في مناطق جغرافيه بعيده يمكن ما بتوصلهاش قطاعات كثيره. السائح بيزور مصر من شرم الشيخ، من طابا، من المنيا، من اسيوط، من الاقصر، من اسوان، من سيوة، فبالتالي بيقدر ان هو ينفق وبيوصل لهذه الشرائح بصوره مباشره. ده الحقيقة مش موجود عندنا في قطاعات سياحية، فبالتالي هو شق هام جدا بالنسبة للدولة المصرية واقتصاد الدولة المصرية. طيب تحب تطمن المصريين وجموع الناس اللي بيتابعوا المؤتمر بيه؟ نقول لهم ان الدولة بتسعى بشكل عام لتطوير المنظومة السياحية في مصر. الحمد لله احنا وصلنا الارقام جيدة السنة دي، بنسعى انها تزيد. الدولة بتحاول انها تضيف للاستثمار السياحي في مصر. المستثمرين السياحيين في مصر من القطاع الخاص عندهم ثقة كاملة في هذا القطاع، بيستثمروا بقوة، عندهم أمل كبير إن احنا نقدر نوصل بهذا القطاع إن شاء الله لكل اللي احنا بنأمله كمصريين من هذا القطاع. شرفت بحضرتك جدا. أشكرك. أشكرك. سيفاً.